سيد الرضي دولبيت، مرحب بك. الآن انتهت جلسة المستوى الرفيع عن الإبادة الجماعية، ما هي أهم النقاط التي أثيرت والتي كان يمكنك أن تتحدث فيها؟ نحن نعلم أن المنظمة التي ساعدت في دخولكم كان لها كلمة، ولكن الزمن لم يسمح ولم تكن من ضمن المنظمات التي أخذت الكلمة لضيق الوقت. ماذا كنت تود أن تقول؟ طيب، شكرا جزيلا. أولا فيما يتعلق بالجلسة الخاصة بالإبادة الجماعية، كانت جلسة جيدة، تناول فيها نقاش خاصة نذكر بعض الدول زي شيلي، رواندا، توغو، العراق نفسها، كانت تحدث بطريقة جيدة عن الإبادة الجماعية ونحو عدم الإفلات من العقاب، وحسوا كذلك المحكمة الجنائية الدولية في فيما يتعلق بالإفلات، عدم الإفلات من العقاب. أيضا التقينا في إطار، التقينا برئيسة المجلس اللي هي رئيسة جمهورية شيلي سابقا، وتحدثنا معها قليلا ووعدناها، طلبت أن نسلمها برنامج ريبورت، تقرير مكتوب عن الإبادة الجماعية والوضع الإنساني الموجود في السودان. كذلك تحدثنا معها في أن لا بد العقاب على المرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في السودان، خاصة في دارفور، وبالأخص خصينا تحدثنا فيما يتعلق بمجرم مشاركة حارس والعدالة الجماعية، هو الرئيس عمر حسن محمود البشير، لا بد أن يحاكم. أيضا التقينا بنائب رئيس الجمهورية الرواندية، وأيضا أثنى على ذلك وتأكد أنه لا بد من العقاب. فكل الممثلين تحدثوا بطريقة جيدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وأثنى على أنه لا بد من العقاب. شكرا جزيلا.